بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والمحبة مشاهدينا الأحبة. أهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد والمتجدد من برنامجكم من عمان، مع حلقة جديدة وموضوعات جديدة. أكيد راح نغطي مختلف الفعاليات اللي تشهدها أرض السلطنة من خلال مجموعة من اللقاءات، مجموعة من التقارير. كل أمنياتنا مشاهدينا أنكم تقضوا برفقتنا مشوار طيب على مدى ساعة من الآن، مع هذا التنوع اللي دائما حريصين عليه مع برنامجكم من عمان. فاصل قصير مشاهدين، بعدها راجعين مع أولى المحطات واللقاءات في برنامجكم من عمان. خالقه جاءت مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في نسختها 23، ومن هذا المنطلق كرم مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم الفائزين بهذه المسابقة، والذين بلغ عددهم 18 متسابقا ومتسابقة من الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في المستويات الستة للمسابقة. ولم تكن هذه المسابقة إلا ملاذا للفارين بقلوبهم من ملذات الدنيا وإسعادها بالقرآن الكريم، فكم تأنس الروح وتتحفز النفس للمبادرة بالخير، فما أبركها من فرصة أكرم بها مولانا لأبناء هذا الوطن المعطاء في إطار رعايته السامية والمستمرة، حتى يتفيأ ظلال القرآن الكريم ويسعد بقطف ثمرات خيراته. قطعت مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم مسيرتها المباركة منذ دورتها الأولى في عام 1992، إيمانا بأهمية الكتاب العزيز كونه دستور هذه الأمة وأملها الواعد، كما أنه لا سبيل إلى ذلك الغاية إلا بحفظه وتلاوته ومعرفة علومه وتطبيق أحكامه. نولعها نلعب بالجوكر؟ ايه رايكم الجوكر هو اللي هيلعب بيكم؟ معايا ورق؟ نار! هيولع اللعبة؟ وهيولع الجو؟ وهيولع فيكم كمان! ماد، خد لك سنيكرز. ليه؟ انت كل ما بتجوع بتتجنن. أحسن؟ أحسن. انت مش انت وانت جعان. سنيكرز ما توقفش. ما توزع تاني. حياكم مشاهدينا من جديد، متواصلين معكم عبر هذه التغطية المسائية، وكل أمنياتنا أنكم تقضوا برفقتنا مشوار طيب مع هذه الأمسية المسائية من برنامجكم
من عمان. في تواصل دائم ومستمر للتأكيد على رسالة التسامح من عمان، من هذه الأرض الطيبة إلى العالم جميعا، للتأكيد على سماحة الإسلام وأن الإسلام هو رسالة التواصل والحوار مع المجتمع العالمي بشكل مستمر. تتواصل مشاهدين بشكل دائم وبشكل مستمر معرض رسالة الإسلام في عمان الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والذي يجوب مختلف عواصم العالم. هذه المرة كان مساء هذا اليوم في نسخته السادسة والثلاثين في سلوفينيا، بعد أن جاب العديد من دول العالم للتأكيد على أن رسالة الإسلام في عمان رسالة تواصل مع مختلف شعوب العالم، رسالة للتأكيد على أن أرض السلطنة هي أرض خصبة للحوار للتواصل مع العالم أجمع في إنسانيته السمحة. راح نتعرف بتفاصيل أكثر عن هذا المعرض في نسخته هذا العام من خلال تواصلنا مع الشيخ الدكتور محمد بن سعيد المعمري، المستشار العلمي بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية، المشرف العام على المعارض الخارجية. مساء الخير دكتور، حابين من خلالك مباشرة نتعرف على فعاليات حفل افتتاح المعرض في نسخته في سلوفينيا، وكيف تقبل المجتمع هناك هذا المعرض ورسالة التسامح في عمان. مساءكم نور وأنوار وبركة جميعا هناك في سلطنة عمان، في بلدنا الغالي هنا من جمهورية سلوفينيا، والذي سيشهد اليوم بإذن الله وتوفيقه افتتاح معرض رسالة الإسلام. هذا المعرض المتنقل الذي تشرف عليه وتنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة. افتتاح المعرض سيكون اليوم بإذن الله وتوفيقه بحضور كبار المسؤولين هنا في مدينة ليوبليانا عاصمة جمهورية سلوفينيا، بالإضافة إلى حضور سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب الإفتاء وسعادة سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية سلوفينيا. نعم. طيب شيخ دكتور، على أي أساس تختاروا هذه العواصم حتى يعني تركزوا على أن يكون هذا المعرض في هذه العاصمة من عواصم دول العالم؟ هذا المعرض معرض متنقل ابتدأنا العمل به منذ عام 2010. نحن الآن في النسخة 36 من هذا المعرض، جبنا حتى الآن 12 دولة، نحن في الدولة 13 الآن وفي العاصمة رقم 36 من هذه الدول. طبعا هذا المعرض هو بعنوان رسالة الإسلام، يريد أن يعرف من خلاله على أنموذج التسامح الديني والتفاهم المشترك والتعايش السلمي الذي تعيشه السلطنة، وتريد أن تقدم هذه التجربة الحضارية للعالم. طبعا المعرض هو معرض متنقل كما ذكرت، ونحن في النسخة 36، والحمد لله في فتراته السابقة شهد إقبالا كبيرا، وهذا ما لمسناه هنا في جمهورية سلوفينيا. الحضور بدأ يتوافد الآن ونحن في مقر المعرض في مركز البلدية وفي الصالة الكبرى الرئيسية في العاصمة ليوبليانا. أيضا الحضور سيكون حضورا مميزا بإذن الله، حيث تأكد حضور الرئيس السابق لجمهورية سلوفينيا بالإضافة إلى عدد من أصحاب المعالي الوزراء هنا في الجمهورية، بالإضافة إلى مفتي جمهورية سلوفينيا ورئيس المشيخة الإسلامية وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية المقيمين في ليوبليانا، بالإضافة إلى الوفد العماني الذي تشكل برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب الإفتاء. الحضور سيكون بهذا الحجم. كذلك بدأ الزوار يتوافدون ويطلعون على محتويات المعرض حتى قبل افتتاحه رسميا. يشتمل المعرض على ما يتحدث عن رسالة عمان، رسالة الإسلام من عمان في التفاهم بين الأمم والشعوب والحضارات والتعاون المشترك الذي ينبغي أن يكون بين الأمم والأديان والثقافات المختلفة، بالإضافة إلى الإحساس بالمسؤولية المشتركة تجاه الإنسان والعالم من حولنا. نحن نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله دكتور في هذه المحطة وفي المحطات القادمة لهذا المعرض الذي يؤكد على رسالة التسامح في عمان، وكيف أن السلطنة أرض خصبة للحوار والتسامح الديني مع مختلف شعوب العالم. شكرا لك دكتور محمد بن سعيد المعمري، المستشار العلمي بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية. شكرا جزيلا لتواصلكم وتحية طيبة منه. شكرا لك يا دكتور. إذا متواصلين معكم مشاهدينا، ما زالت معنا مجموعة من المحطات، مجموعة من التفاصيل واللقاءات في حلقة اليوم من برنامجكم
من عمان. فاصل قصير مشاهدينا ورجعين مع لقاء جديد نتعرف من خلاله على فعالية جديدة شهدتها أرض السلطنة هذا اليوم أو في بقية الأيام السابقة. احتفاء بالعيد الوطني 43 المجيد احتضن سيح المسرات بولاية عبري المهرجان الوطني الذي جسد مظاهر الولاء والعرفان لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. المهرجان الذي رعاه الشيخ سلطان بن راشد اليعقوبي اشتمل على تنظيم مسيرة ولاء وعرفان بالسيارات التي زينت بأعلام السلطنة وصور جلالة السلطان المعظم أبقاه الله. وعند وصول المسيرة إلى سيح المسرات قدمت فرق الفنون الشعبية معزوفات ورقصات من الفنون العمانية المغنى. كما حلق الطيار الهاوي أشرف بن محمد الزديالي بطائرته الشراعية المروحية فوق سماء سيح المسرات قادما من ولاية صحار ليبهر الجماهير بعروضه الشيقة في مجال الطيران الشراعي. والله كلمتي أنا أقول أن الولاية أعتقد من بكرة أبيها يحتفلوا اليوم من أقصاها لأقصاها وعدد الجمهور الموجود هنا هذا يعني أن فيه دلالة واضحة أن كل الشعب يحب أن يكون في تظاهرة وطنية ممتازة وخاصة أن التلاحم الشباب بين فرقة العيال وأنواع السيارات المختلفة اللي تزينت بأعلام السلطنة وصورة صاحب الجلالة هذا يدل أن في روح في معنوية كبيرة جدا جدا لا يحملها الوطن هذا يحملها يمكن العالم كله كامل. إلى جانب عروض الطيران اللاسلكي لفريق الظاهرة لهواة الطيران اللاسلكي والسيارات اللاسلكية. طبعا جاءت فكرة أن نعمل مثل هذا المهرجان بأمانة سيح المسرات سيح العطاء دائما سيح جميل جدا يستقطب أكثر عدد من الجمهور واليوم ما شاء الله مثل ما شاهدنا أنه أكبر عدد من الجمهور تواجد معنا في هذه الفعالية فجاءت الفكرة من منطلق أن نكون لنا بصمة لإحياء الفنون الشعبية وما شابه ذلك وللترفيه للإخوان يعني سواء كان الزوار والحضور إنهم يتواجدوا معنا في هذا المساء هنا في سيح المسرات. حياكم مشاهدينا من جديد مع هذا التنوع اللي دائما حريصين عليه في برنامجكم من عمان وهذه المرة للحديث عن افتتاح المركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني الذي افتتح مؤخرا يأتي مواكبا طبعا للتطورات المتلاحقة وأيضا تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 43 المجيد بدأت الخطوات الأولى لإنشاء هذا المركز منذ العام 2007 وانتهي من العمل منه في نهاية 2012 كانت هناك مجموعة من التجهيزات حتى تم افتتاحه مؤخرا في المستشفى السلطاني. تفاصيل أكثر عن هذا المركز الذي يحوي مجموعة من الكوادر الطبية آخر التجهيزات الطبية المتعلقة بالأمراض الوراثية من خلال وجود الدكتور مسلم بن سعيد العريمي أخصائي علم الجينات والوراثة المجتمعية
والوراثة الجزئية. مساء الخير دكتور، سعيدين جدا بوجودك معنا. مساء النور راشد، بداية أنا أحب أشكركم على هذه الاستضافة ومواكبتكم الدائمة بالتغطية الإعلامية لأهم الأحداث التي تجري في السلطنة. بارك الله فيك دكتور. دكتور البداية حابين نتعرف على الحاجة اللي دعت إلى إنشاء هذا المركز، ما هي الحاجة الذي دعتكم إنكم تنشئوا مركز متخصص فقط بالأمراض أو بالصحة الوراثية؟ نعم، حقيقة هو أتى كتتويج لجهود بدأت منذ العام 2000. الجهود هذه كانت ضمن خطة ممنهجة اعتمدتها الوزارة وسارت في طريقها، بداية بإجراء بعض الدراسات الاستطلاعية للحصول على الإحصائيات عشان نعرف حجم المشكلة المجتمع يعاني منها وأكثر الأمراض الوراثية شيوعا، ومن ثم تم التعامل بالتدريب الكادر الطبي على التعامل الوقائي مع هذه الأمراض، ودشن برنامج الفحص قبل الزواج اللي شمل في وقتها وإلى الوقت الحالي مجموعة معينة أو محددة من هذه الأمراض لو هي أمراض الدم الوراثية، ومن ثم تم ابتعاث بشكل متدرج وبخطة موضعة الكادر العماني لمختلف التخصصات ليتوج هذا المشوار كله بإنشاء المركز الوطني للصحة الوراثية. نعم. طيب دكتور، يعني الدراسات بيّنت فعلا أن الأمراض الوراثية أو الجينات الوراثية لها دور مباشر في الكثير من الأمراض الوراثية. صحيح. الآن أهم الأقسام الذي يشملها هذا المركز الوطني للصحة الوراثية. حقيقة هو المركز مقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول وهي العيادات الوراثية التخصصية، مثل عيادة الإرشاد الوراثي، مثل عيادة الأمراض الشوهات الخلقية، مثل عيادة الأمراض اللي هي يعني الأمراض الباطنية المتعلقة بالمسببات الوراثية، مثل أمراض القلب الوراثية، أمراض الخلل العضلي. وكذلك بدأنا نتوسع حتى خصصنا عيادة متخصصة لمتلازمة داون وذلك لشيوع هذه المعضلة. القسم الثاني هو قسم المختبرات، وحقيقة قسم المختبرات يشمل قسمين رئيسيين، ما يسمى بالسايتوجينيتكس المتعلق بفحص الكروموسومات من ناحية العددية ومن ناحية التشريحية ومن ناحية الجزئية، والقسم الثاني واللي هو الأحدث هو ما يسمى بالمولوكولر ديبارتمنت اللي هو يفحص على الجينات شكلها وتركيبها وعددها، وكذلك يحدد الطفرات اللي حصلت في هذه الجينات اللي سببت العرض المرضي. كذلك في توجه لإنشاء عيادة أو لتفعيل عد حقيقة عيادة متخصصة للتعامل مع الأمراض السرطانية، ورح نبدأ بالأمراض السرطانية اللي هي أمراض الدم السرطانية ومن ثم أمراض الأمعاء السرطانية اللي بدينا نفعلها عن طريق تشكيل اللجان ومن ثم تفعيل العيادات. طيب دكتور، حتى نوضح الصورة بشكل أوضح، طيب. كثير ربما يعتقد أن الصحة الوراثية متعلقة بجانب وقائي. صحيح. ما قبل ذلك، هل فقط هذا الأمر يقتصر فقط على الجانب الوقائي، ما نحتاج إلى خطط علاجية في المستقبل؟ نعم، حقيقة من ضمن توجيهات معالي الوزير وسعادة الوكيل على أن احنا نبدأ بالخدمة الشمولية، يعني زمان كان يسمى الأمراض الوراثية بالتعامل الروتيني معها. نعم. مفهوم الصحة الوراثية حقيقة مفهوم جديد وهو أكثر شمولا، يشمل الجانب الوقائي يعني التعامل مع المشكلة عن طريق تشخيص الأشخاص الحاملين وتشخيص الأشخاص اللي هم أقارب للمريض المصاب بأحد هذه الأمراض. الجانب الثاني اللي هو الجانب العلاجي في التعامل مع الأعراض المرضية اللي تظهر في مختلف الأعضاء نتيجة الخلل الوراثي اللي حصل. والجانب الثالث هو حقيقة الجانب اللي نعطيه أهمية كبرى هو الجانب التأهيلي، وفي هذا الجانب التأهيلي مثل ما هو الجانب الأول نركز أكثر على الدور المجتمعي من ناحية عفواً العمل التطوعي، مثلا نحاول نشجع العمل التطوعي من خلال مجموعات الدعم. ممتاز. كذلك فكرة إنشاء لجان هذه تلتزم بأداء الخدمة بشكل كامل للشخص المصاب وعائلته من مختلف القطاعات الحكومية. فهذه الجوانب الثلاثة هي تشكل مفهوم الصحة الوراثية، ونحن حقيقة في عمان دائما نواكب هذه التطورات اللي تحصل، ومن ضمن مقومات أو معايير رقي الدول في الجانب الصحي وجود مركز متخصص للأمراض الوراثية، وعمان دائما في المقدمة الحمد لله. طيب دكتور، أهمية التشخيص المبكر في اكتشاف أمراض وراثية، ومن مسؤول عن التشخيص المبكر؟ هل الفرد لابد أن يبادر أم أدواركم أنتم في وزارة الصحة أنكم تصلوا إلى 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 المجتمع إلى الأفراد؟ هو لا شك التشخيص المبكر يساعد في التعامل مع المعضلة المرضية، خصوصا لما يكون مثلا الأعضاء الأخرى ظهرت عليه هذه الأعراض. القصد من التعامل بشكل كامل هو الارتقاء بجودة الحياة لدى الشخص المصاب، بمعنى أن لو ترك هذا الشخص المصاب بدون أي تدخل، سواء إذا كان عنده خلل في القلب مثلا نتيجة هذا المرض أو خلل في العضلات أو في الرئة أو حتى في المخ، بدون تدخل من الجوانب المتعددة اللي ذكرتها سابقا، راح يوجد شخص معاق تماما، راح يكون عالة على أسرته على مجتمعه وعلى الوطن. احنا نحاول نرتقي بهذا الشخص، او بمعنى اخر يعني الترجمه حرفيا نرتفع بجوده الحياه. ممتاز. اللي تنعكس على الشخص وبتنعكس على اسرته
وبتنعكس بشكل تالي على المجتمع، وممكن خلق من هذا الشخص اللي عنده إعاقة أيا كانت شخص منتج بدل ما يكون شخص عالي على المجتمع. نعم. طيب دكتور، الآن هذا المركز الوطني للصحة الوراثية يتبع المستشفى السلطاني؟ نعم، هو يتبع المستشفى إداريا. نعم، المستشفى السلطاني. طيب دكتور، يعني كلمة حق حتى نقولها، يعني حتى لا ينزعج أي حد، نحن نعرف الضغط الكبير على المستشفى السلطاني. صحيح. في موضوع المواعيد. صحيح. الأشعة تتأخر بشكل كبير. صحيح. فهل ستكون هذه الإشكالية موجودة في هذا المركز؟ بداية أثني على المشكلة اللي ذكرتها. هناك جهود حثيثة حقيقة يجب أن يتضح الأمر لحل هذه الإشكاليات عن طريق زيادة عدد الكادر، عن طريق تسهيل الحصول على المواعيد. بالنسبة للمراكز المتخصصة، واللي أتحدث حاليا عن المركز الوطني للصحة الوراثية، احنا حقيقة نشجع يعني لجوء الناس من مختلف المناطق في السلطنة للمركز لتلقي الجانب العلاجي اللي ذكرته سابقا. نعم. نحاول قدر الإمكان عن طريق تواصلنا مع المجموعات اللي هي شغالة في المستشفيات الأخرى المتخصصة في الجانب الأمراض الوراثية، على أساس يكون في تسهيل للتحويلات. فحقيقة بداية احنا نستقبل الناس حاليا من بشكل مباشر عن طريق التنسيق، سواء عن طريق تنسيق الهاتف، عن طريق الفاكس مباشرة لنا احنا، مش عن طريق المستشفى السلطاني. لكن هذه الإشكالية ان شاء الله راح تحل مع المستقبل القريب، لانها فعلا شكلت مشكلة كبيرة واثرت بشكل سلبي، لكن في جهود حثيثة حاليا لحلها في جميع الجوانب. طيب الان يعني نحن نعرف ان السلطنة بامتداد رقعتها دكتور وبالكثافة السكانية الموجودة فيها، من الصعب يعني ان يكون مركز وطني واحد هو الذي يعني حل كل هذه الإشكالية المتعلقة بالصحة الوراثية. الآن هل هناك مثلا نية للتوسع لأن تكون هناك أيضا أدوار من مختلف المراكز والمستشفيات المرجعية في الولايات والمحافظات؟ أخي راشد، مثل ما خبرتك الموضوع بدأ من حوالي 2000 عام 2000. طيب. خلال هذا العام تم تدريب كوادر طبية في جميع المستشفيات المرجعية في السلطنة. نعم. كان الكوادر هذه متخصصة فقط في التعامل مع الفحوصات قبل الزواج، وكذلك تم تدريبهم على إعطاء الإرشاد الوراثي. عن طريق هذه المجموعات الحين احنا قاعدين نعمل في هذا المركز ونتواصل، وبدينا حقيقة في استدعائهم لحضور ورش عمل وندوات عشان نطور الأداء المهني والمعرفي والعلمي معهم. بفضل هذول المجموعات اللي موجودين في جميع المستشفيات المرجعية، احنا ممكن نتعامل مع المستشفيات هذه عشان تكون مثل يعني مثل ما تقول فروع للمركز هناك. جميل. والفروع هذه تتعامل معنا عن طريق تحويل الحالات، الاستشارات الدائمة، عشان نوصل للنتيجة إن شاء الله أكبر وأكثر إيجابية. جميل. طيب في ذكر تأهيل الكوادر الطبية، هل لديكم مشروع مثلا زيارة خبراء عالميين، كون هذا الموضوع الصحة الوراثية جديد في السلطنة؟ صحيح. يأتوا إلينا يعرفونا بجديدهم، نكتسب من خبراتهم في هذا المجال. صحيح. من أهم خصوصيات المراكز المتخصصة في الأمراض الوراثية على مستوى العالم. نعم. يكون في تعاون دولي لتبادل الخبرات وتبادل الزيارات، وكذلك أحيانا يتم تبادل إرسال العينات وإرسال العائلات للتشخيص ولتبادل الأفكار من أجل الارتقاء بمستوى الصحة من ناحية التشخيصية والعلاجية. نعم. هذه من أهم الركائز لجميع المراكز المتخصصة في الأمراض الوراثية في العالم، فهو ممارسة عامة ومعروفة. احنا حقيقة متعاونين معهم حتى قبل تأسيس المركز، عندنا مجموعات في الدول الثانية كنا نرسلهم عينات للتشخيص وكانوا يتعاونوا معنا بشكل دائم. في افتتاح المركز تم استدعاء 4 أو 5 من البروفيسورات المتخصصين، وكانت في حضور معالي الوزير حقيقة، فألقوا بعض يعني آخر ما توصلوا إليه من أبحاثهم. تم عقد اجتماعات، كان اجتماع مع معالي الوزير شخصيا وأدى توجيهاته على أساس أن يستمر التعاون مع هذه المجموعات. احنا مستمرين في هذا الجانب، نتبادل الخبرات، نتبادل المعلومات، احيانا في حضور المؤتمرات كذلك نعقد مؤتمر في حضور معانا هنا او مؤتمرات في الخارج فنروح نشارك باوراق عمل. احنا ساعين في هذا المجال ولنا باذن الله اسمنا في مجال العالم. جميل. في مجال الامراض الوراثيه. طيب دكتور، اتوقع ان الامراض الوراثيه متعلقه بثقافه المجتمع. صحيح. بشكل كبير. صحيح. متلازمه داون، التشوهات الخلقيه، وانتم يعني ركزتم عليها بشكل كبير في 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 هذا المركز الوطني للصحة. نعم. الوراثية. نعم. الآن ما هو دور المجتمع؟ يعني ألا نستحي أو ألا نتجاوز هذا الأمر، أن يكون مثلا في فرد من أفراد الأسرة به متلازمة داون أو تشوه خلقي. صحيح. أن نتجاوز هذه الإشكالية إلى أن نصل إليكم حتى تجدوا العلاج. صحيح صحيح. من أهم أسباب النجاح حقيقة المصطلح اللي ذكرته سابقا هو الوراثة المجتمعية. وهذا المصطلح هو مش جديد، ولكن نظم على مستوى العالم حقيقة نظم. لن يكون هناك نجاح فعال ما لم يكن في دور للمجتمع إيجابي مع المركز. احنا ساعين في هذا الشيء عن طريق تثقيف المجتمع بشكل مستمر،
بعقد ندوات احنا نروح الاماكن اللي يكون فيها مثلا طلبه الدراسات العليا او طلبه المدارس الثانويه. احنا ناويين على ان نفعل علاقاتنا مع العلاقات العامه بالمؤسسات الحكوميه الاخرى على اساس نروح نزورهم هناك او يجون هنا. ممتاز. عمليه مستمره متواصله من اجل تثقيف المجتمع بهذا المجال، لان هذا راح ينعكس علينا احنا ايجابيا، راح يتم التعاون، كذلك راح يأكد على جودة الأداء من الناحية العلمية ومن الناحية العملية للمركز. كمان نتابع الآن مجموعة من الصور الخاصة بحفل افتتاح المركز الوطني للصحة الوراثية، تجهيزات المختبرات يعني عالية الجودة حقيقة، أحدث ما وصل إليه، والعملية مستمرة ممنهجة. احنا على مدار الشهور أو السنوات القادمة إن شاء الله راح نحصل على أحدث ما توصل إلى العالم. جميل. لكن دكتور، موضوع تأهيل الكوادر الطبية أمر مهم، حتى مهم جدا. مثلا تخصيص يعني مجموعة من احنا سنويا عندنا ابتعاث لاثنين للحصول على ماجستير في التخصصات المخبريه، واثنين للحصول على الدكتوراه في مجال التخصصات الجزيئيه. احنا بحاجه الى كوادر كثيره، مثل ما خبرتك اخي راشد، احنا بدنا نتخصص فيما يسمى بالامراض الوراثيه القلبيه اللي هي لها سبب وراثي، امراض الخلل العضلي، امراض السرطانيه. احنا بحاجه الى كادر يتخصص ويبدا العمل في مجال هذه الامراض او ما يسمى الامراض الفرعيه، من ناحيه التشخيص والتعاون مع الاطباء الكلينيكيين عشان الخدمه تكون شموليه ومتميزه باذن الله. طيب، يعني كاحصائيه متوفره لديكم في المركز وفي وزاره الصحه، هل هناك انتشار كبير للامراض الوراثيه في السلطنه؟ هو حقيقه الدراسه اللي اجريت بشكل ادق كانت على امراض الدم الوراثيه، ووجد ان 10% من العمانيين يحملون جين من هذه الامراض، سواء الثلاسيميا او الامراض ما يسمى بالسكل سيل انيميا او الانيميا المنجليه. في نسب مختلفة. الإشكالية مثلا متلازمة داون كان حالة واحدة تولد من كل 350 حالة، وهذه حقيقة نسبة عالية، لكن الدراسات حالة من 350 ولادة في عمان، لكل 350 ولادة هناك حالة مصابة متلازمة داون. طبعا هذه نسبة مرتفعة، التعامل معها بدأ حقيقة. احنا بدأنا نخصص عيادة لمتلازمة داون، وهذا شيء حقيقة احنا نفخر فيه. موجودة في المركز؟ أي نعم، موجودة في المركز. فيه من أهم مهام هذه العيادة تشكيل بروتوكول علاجي لكل طفل مصاب بمتلازمة داون. يجب أن يمر بمراحل معينة، يعني مثلا في عمر 6 شهور يتم إجراء الفحص الثاني للأشعة القلبية، في عمر أسبوعين يجب التأكد من عملية السمع، وهكذا. ونوزع هذا البروتوكول بإذن الله على جميع المستشفيات، بحيث أن طفل متلازمة داون يزور أي مركز صحي أو أي مستشفى يكون له سلسلة من العمليات التي يجب أن يقوم بها الجانب الطبي، من أجل مرة ثانية أقول من أجل الارتفاع بجودة الحياة. جميل. أنت أكدت على نقطة في بداية حديثك دكتور، موضوع دور الجماعات التطوعية، العمل التطوعي في المجتمع، حتى نصل بفكرة ورسالة المركز إلى كل أفراد المجتمع. خليني أقول لك شيء آخر أخي راشد، أحد الزوار اللي قال البروفيسور هو من اسمي البروفيسور يزبرند، وهذا التقى مع يعني طلب يلتقي مع مجموعة دعم المجموعات الدعم المجتمع الخاصة بوزارة الصحة. وزارة الصحة دأبت من يوم ما أنشأت هذه المجموعات على تدريبها بشكل مستمر. الشيء اللي يسعد ان هناك استجابه من المجتمع لتلقي هذا التدريب وهذا التثقيف. لما قابلهم حقيقه ورجع كلمني عنهم كان منبهر، يعني كان منبهر حقيقه، لان حس ان اولا لديهم الرغبه، لديهم المعرفه، وكون يكون عندك الرغبه في العمل التطوعي هذا شيء احنا نفتخر به في بلدنا حقيقه. نحن نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله دكتور في هذا المركز. للتاكيد لمن يود زياره المركز، المركز موجود ضمن حرم المستشفى السلطاني. نعم، هو مقابل المستشفى السلطاني جنب مركز امراض الغدد الصماء. نعم. إذن دعوة للجميع المشاهدين، لمن يود التعرف على المركز وعلى أجهزة هذا المركز والاستفادة أكيد من هذا المركز، بإمكانكم زيارته في ولاية بوشهر مقابل المستشفى السلطاني. نشكرك دكتور على وجودك معنا. العفو. الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، أخصائي علم الجينات والوراثة المجتمعية والوراثة الجزئية، شكرا جزيلا لك يا دكتور. أشكرك، بارك الله فيك. إذا متواصلين معكم مشاهدينا، ما زالت معنا مجموعة من اللقاءات، مجموعة من التقارير والتفاصيل في أمسية اليوم، نتابعها بعد الفاصل. أحلامنا تكبر بنا هنا تسري في دمنا شموس عمرنا تكبر بنا أحلامنا.
وتستمر أفراح الوطن مشاهدينا بمناسبة العيد الوطني 43 المجيد في مختلف محافظات وولايات السلطنة، تأكيدا على الولاء والعرفان لهذه الأرض الطيبة ولقائد المسيرة المظفرة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وما تحقق من منجزات على أرض عمان الغالية. كما تتابعون الآن وتشاهدون من خلال اللقطات مسيرة الولاء والعرفان التي خرج بها أبناء ولايتي مسقط ومطرح انتهاء ووصولا إلى قصر العلم العامر. زمان اختلف الأخين تويكس ففصلوا إنتاجهم عن بعض وكل واحد فيهم حب يعمل أحلى صباع شوكولاتة، بس اللي حصل إنه اللي على اليمين حط كراميل على البسكوت وبالصدفة اللي على الشمال برضو حط كراميل على البسكوت، اللي على اليمين غرق الصباع في الشوكولاتة واللي على الشمال برضو عمل كده. في الآخر الصباعين طلعوا زي بعض بالظبط، بس كل أخ لسه مقتنع إن تويكس بتاعه أحلى. تويكس كل صباع أحلى من التاني. تفاصيل المهمة، المهمة خمسة، قم بتحميل فيديو أو صورة لك وأنت تحمل أكبر عدد ممكن من عبوات ماونتن ديو. نفذ مهمة تيوكرو الآن عن طريق tiokruarabia.com واجمع النقاط لفرصة ربح جوائز قيمة. ماونتن ديو قوي قلبك.
حياكم مشاهدينا من جديد فيما تبقى من عمر البرنامج، نناقش موضوع مؤتمر دولي كيف نستطيع أن نسخر التكنولوجيا في إنشاء وتوليد طاقة متجددة دائمة وننشئ إلى هذه التقنيات الحديثة حتى نتمكن من تسخير الطاقات المتجددة، الشمس، الرياح، حتى ما تبقى من نفايات تكون مولدة للطاقة في المستقبل في الوقت الذي تشهد فيه الكثير من دول العالم تقنيات جديدة لاستبدال الطاقة المتجددة بالطاقات غير المتجددة. راح نتكلم بشكل أكثر تفصيلي حول هذا المؤتمر من خلال وجود الأستاذ حاتم اليزيدي، مساعد باحث بكلية كالدونيان الهندسية وبالتحديد في تخصص الطاقات المتجددة. مساء الخير أستاذ حاتم، سعيد جدا بوجودك معنا. أسعد بك، شكرا على حياك الله. في البداية يعني حتى نوضح الفكرة بشكل أكثر تبسيطا للمشاهد، ما علاقة التكنولوجيا وعصر التقنية بالطاقات المتجددة، الشمس والرياح وخلافه؟ هي التكنولوجيا نجدها في جميع الاختصاصات. بالضبط. في نطاق الاختصاص الطاقات المتجددة هناك مجموعة من الإمكانيات المتوفرة حالياً على نطاق واسع موجودة في عمان وخارج عمان السلطنة، واللي هي سهلة، من السهل جداً التعامل واستعمالها وتساعدنا على تحويل الطاقات الشمسية مثلاً إلى طاقة متجددة أو طاقة الهوائية أو كما تفضلت يعني طاقة نفايات إلى طاقة متجددة. هذه التكنولوجيات متوفرة كما قلت يعني في عمان وفي الخليج العربي بصفة عامة، والخبرة والمعرفة لدى الخبراء الموجودين الآن في عمان قادرين أنهم يستعملوها ويوظفوها في نطاق. طيب أستاذ حاتم، كيف تتم هذه العملية؟ كيف الآن يتم؟ هل من خلال برامج معينة، تقنيات معينة، ماذا بالتحديد؟ البرامج موجودة في الكليات كتدريس، معامل المختبرات موجودة كذلك، هي تقوم بتدريس الطلبة وتقديم هذه التكنولوجيا لهم، كيف مثلا كلية كاليدونيا للهندسة موجود هناك مختبر ليساعد على البحث في نطاق تكوين وتصنيع هذه الطاقات وتوظيفها في الطاقات الشمسية، الطاقة الشمسية، وكذلك هناك مختبر في 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 توظيف طاقة هذه الإمكانيات والتكنولوجيا في تحويل النفايات إلى طاقات متجددة. نعم. طيب هل هذه البرامج أو هذه التقنية مكلفة، مجدية اقتصاديا مقارنة باستخدامها في المصادر غير المتجددة للطاقة؟ هو إذا نبحث نوعا ما في الأسباب التي نوعا ما قادتنا ودفعتنا إلى استعمال الطاقات المتجددة، الطاقات المتجددة هي تاريخها مقارنة بالطاقات الغير متجددة كما مثلا كما النفط والغاز، التاريخ بينهم البداية كانت الطاقات المتجددة جاءت في 15 سنة الفارطة. الأسباب هو أنه في مش نوصلوا إلى وقت معين والطاقات الغير متجددة مثل النفط والغاز بتنتهي، وهذا نوع ما من الإنذار اللي فتقبلته المجتمع العالمي والمجتمع العلمي في العالم، وقال الآن بحيث أن ما نصل لهذه المرحلة، ما حين ما نستطيع ما ننتظر الوصول لهذه المرحلة، يجب علينا تطوير تكنولوجيا أخرى تساعدنا استعمال الطاقات اللي موجودة واللي ما تكلف كثير مثل الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية. نعم. طيب الآن هذا الأمر هل ممكن يعني بشكل بسيط وبشكل سهل؟ نحن نعرف أن السلطنة مقبلة على تطور صناعي كبير، فهل بالإمكان أن نستخدم هذه المصادر في صناعاتنا القادمة، في مصانعنا القادمة تولد الطاقة؟ هي حاليا في دور الاستعمال، شركة النفط بيديو تستعمل في شركة، عدة شركات قاعدة تستعمل في الطاقة الشمسية في حال الآن تستعمل، وناقص نوعا ما من الخبرة لكي تتطور العملية أكثر وتأخذ أكثر انتشار على السلطنة، ولكن حاليا هناك العديد من المشاريع القادمة إن شاء الله إذا بنقول الخمس سنوات والعشر سنوات القادمة اللي كلها تشجع على أساس توظيف التكنولوجيا، هذه التكنولوجيات في نطاق الطاقات المتجددة وتوظيف الخبرات كذلك. طيب سيد حاتم، يعني نحن نعرف أن الآن اليوم
يعني في منازلنا نستخدم الطاقة الغير متجددة، نعم. نستخدم الغاز ولتشغيل يعني الكهرباء نستخدم الطاقات الغير متجددة المعروفة، لكن نلاحظ في كثير من الدول المتقدمة يستخدموا مصدر الطاقة الشمسية مثلا في تشغيل حتى أدواتهم المنزلية البسيطة. هل بالإمكان أن يعني نتصور بعد 5-10 سنوات تكون هذه القاعدة موجودة في مجتمعاتنا العربية، نستخدم الطاقة المتوفرة واللي يعني نحصل عليها على الطوال العام؟ بلا شك، والفكرة مقبولة في السلطنة من طرف العمانيين والمواطنين. مقبولة، لكن هل سهلة التطبيق؟ هي سهلة التطبيق، لأن إذا أن حاولنا إذا نأخذ منزل معين ونحب نكونه المنزل يكون من نوع صديق للبيئة، صديق للبيئة إيكو هاوس، يعني صديق للبيئة، يعني عملية التركيب التكنولوجيا مثلا في نطاق الطاقات المتجددة كالشمسية، طاقة شمسية لطاقة كهربائية، هذه من الأشكال الآن وصلت يعني طريقة سهلة جدا، ونلاحظها بشكل كبير حتى في كثير من المنازل، يعني يستخدمها في 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 إنارة المنزل مثلا موجودة لين. ولكن أنا قلت لك الفكرة موجودة ومتقبلينها، توا المرحلة القادمة هي القيام بالمشروعات طريقة أكبر، يعني الفكرة موجودة والعملية سهلة، يعني ما بتكون سهلة. أنا شدني تخصص الطاقات المتجددة، الآن أنت تخرج طلاب في كلية كالدونيان في تخصص الطاقات المتجددة؟ في التخصص ك ك ك ك كطاقات متجددة نحن منخرج مهندسين، ولكن الآن في طلاب في نطاق اكتمال مشروع الهندسي كإجازة بيأخذها كشهادة، يختار موضوع معين يخدم عليه، والموضوع اللي يخدم عليه هو تابع الطاقات المتجددة، يعني بحيث الآن نشجع، وإن شاء الله في القريب القادم بتكون ثم مدارس حتى في كاليدونيا جزء معين كمهندس مختص في الطاقات المتجددة في المرحلة في المرحلة القادمة. هذا في طور التفكير إن شاء الله بيكون عن قريب. نحن نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله أستاذ، وإن شاء الله تخرجوا طلاب يعني كفو قادرين على يعني النهوض بالطاقات المتجددة في السلطنة. شكرا على وجودك معنا الأستاذ حاتم اليزيدي، مساعد باحث بكلية كالدونيان الهندسية تخصص طاقات متجددة. شكرا جزيلا لك. شكرا. نحن ما زلنا متواصلين معكم مشاهدينا مع بقية المحطات والتفاصيل في حلقة اليوم من برنامجكم من عمان بعد الفاصل. مع هذه الأغنية الوطنية نكون مشاهدينا قد وصلنا معكم إلى ختام محطات حلقة اليوم من برنامجكم من عمان. كل أمنياتنا أنكم قضيتوا برفقتنا مشوار طيب وجميل، نتمنى لكم أجمل الأوقات وأطيبها في ليلة اليوم. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة الغد من برنامجكم من عمان مع محطات جديدة وموضوعات أكيد راح نحضرها لكم تغطي مختلف الفعاليات اللي تشهدها أرض الخير أرض عمان. يوم الغد إن شاء الله ملتقى جديد من برنامجكم من عمان. إلى الملتقى.